الابتدائية قولي لي، في الإعدادية والثانوية. هو في ابتدائي، بس اللي هو يعني في سنين طفولة، فالواحد ما كانش بيذاكر قوي. بس آه لما طلع اعدادي يعني الحمد لله إعدادي، بقيت، إعدادي جبت كام؟ اعدادي انا جبت حاجة و90، انت جبت 98، 98. 98 وي وكنت في مدرسة إيه؟ في اعدادي، في توفيق، توفيق الاعدادية بنات. توفيق بصي الإعدادية بنات. بقى، بص والسنة اللي فاتت جبت كام بقى؟ في المية ولا كام في يعني، ٢٤٠؟ هو كان 99 وتمانية من عشرة. 99 و8. الأول ناوية تخش إيه؟ طب إن شاء الله، طب الفيوم طبعا، ولا القصر العيني؟ إن انت شاء ال الله. 300 الاوائل لهم اي حته. ما احنا ان شاء الله نقعد بس انا وهي نقرر الاول ونشوف اذا كان هينفع بره الفيوم ولا لا، وبعد كده طيب هنشوف ان شاء الله. انا عارف ان والدك متوفي، كان بيشتغل وكيل وزارة. وكيل وزاره الري. بقصير بقصير. كنت بتذاكر ازاي بقى؟ المذاكره كام ساعه و هو في الشهور الأخيرة دي كان طبعا مع ضغط المذاكرة والدروس وكده، فهو كان تقريبا يعتبر أغلب اليوم كله.